السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كيما كتشوفوا بناتي اليوم انا غادا البيم، غادا نضرب دويره ونشوف الجديد اليوم الجمعه. ندوركم معايا انتم البنات. لقيت حويجات زوينين هاد البلاطو، شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير. ديك السيمانه جابوا الطاير ودابا جابوا هاد الطويل. هاد الطبيصلات البنات هما اللي عجبوني بزاف، ولكن غاليين. هادو راه ب100 درهم. عندنا واحد ما عنده ما غادي يدير، على الاقل تاخذي ثلاثه في الطبله. الشكل ديالهم زوين وتقيقلين. وجابوا البنات هاد البالا وهاد الموز ديال الطورطه، راه خديت منهم حتى هما بصراحه زوينين. هادو راه دايرين 800 ريال. وجابوا البنات هاد الماكينه ديال صابلي، بصراحه زوينه، راه فيها 20 ديال دوك المريشمات باش تزوقي الحلوه. دايره 60 درهم هذيك الماكينه ديال الحلوه. وجابوا هاد المول الكرانيت تقيقلين، فيهم الالوان، فيهم شكيلات زوينين. وجابوا البنات هاد الفران صغير ديال الضو، هذا تقدري تسخني فيه هكا شي خبيز ولا كرواسة ولا شي غاطا صغيره. جابوا هاد الميكسور، هانتوما جابوا منهم كميه كثيره هاد الميكسورات، هما زوينين. جابوا هاد لي طاس ديال القهوه، هاد لي طاس دايرين 20 درهم. انا جاوني صراحه غاليين، انا 20 درهم الواحد راه. وهاد الفرانه البنات راهم زوين، انا كنت خديت منهم عام الاول، عاهم هاد العام زادو فيهم الثمن. دايرين 6600، عام الاول خديته غير ب 6000 ريال. هاد المول البنات راه عجبني، وعرفتي راه ثقيل ما تقديش تهزيه. جابوا هاد اللون، جابوا الاحمر، جابوا الذهبي. هاد الفرينه تاع البنات راه صغيور، تحطيه فوق البوطاجي، هذا داير 4000 ريال. وهذه هي البنات اللي قلت لكم ديال الحلوه، هزوا منها الناس بزاف هاد الماكينه ديال صابلي. بصراحه ساهله، كتخشي غير العجينه وتبقاي توركي. ملي كتبغي تبدلي كتبدلي غير المرشم. هانتوما البنات، وجابوا ثاني هاد الفريشطات، 6 ديال الفراشط، ومعهم البالة ديال باش تهزي الكيكة او لا طورطة. وجابوا هاد الطابلوات، راه فيهم ديكور زوين، جابوا بزاف تعلقيهم هكا في الحيط. وجابوا هاد لي طاس، هاد الملونين هانتوما فيهم لوينات كبيبرين. هذه هي البنات اللي خديت، هانتوما الثمن ديالها شحال كان وشحال ولا، راه قلت لكم الثمن. تقيقله وزوينه بصراحه، كتعجباني كما قلت لكم. هما اللي لقيتهم هبطوا منهم الثمن وانا ناخذهم. هادو البنات راه كانوا من السيمانه اللي فاتت، راه باقي لهم منهم، راه قالك حتى هما يقدوها يديروا فيهم بروموسيون هاد السيمانه. فراشط ومعالق وماس سيرفيس واحد، دابا راه دايرين 100 درهم، باقي ما نقصوش منه. هذا بريق ديال اتاي ديال الدجاج، ها هو داير 49 درهم. هو بصراحة الشكل ديالو زوين. هادي البنات ديال لاكلاص، تا كانو نقصو منها ولاو تاني ردو ليها الثمن ديالها العادي. وهذا هو الفران اللي قلت لكم عليه، هاد الفران البنات يخوضو، راه زوين كيطلع الكيكة واعرة بسطيلة كتجي فيه محمرة. جابوا هاد الزرابي، حتى هما جابوهم هاد السيمانه. هادو هما الطابلوات اللي قلت لكم عليها. ها انتما الصينيه، كاين داك البلاطو الطويل وكاين هذيك الدائره. جابوا الكتوبه، الدفاتر ديال الدراري بمناسبه الدخول المدرسي. جابوا الغلافات، جابوا الستيلوات. بصراحه اليوم بيم مزوهر. هانتوما هاد الفطرات ديال الدراري، هادو البنات راه كانوا من السيمانه اللي فاتت دايرين 100 درهم. هكا بحال وحده ديري فيها الصغيرة، وحده ديري فيها اتاي، وحده ديري فيها القهوه، وديك الكبيره ديري فيها السكر. هادو راه ماشي دجاج بلاستيك، ولكن غليظ بحال الشكل ديال الدجاج. جابوا هاد الطاقه الشمسيه،
انتم هزوا منها الناس بزاف. هذه هذه ديال الوليدات زوينه، حتى هي تكون في الدار، ضروري تكون في الدار. الطاقه جابوا منها بزاف. هادو كانوا عندهم من السيمانه اللي فاتت، المهم كتبقى عندهم هما شي حاجه كيديروا شي وقت اللي كينقصوا لها الثمن باش تباع ليهم. نطلع الصاره ديال القهوه، تما بقات عندهم من السيمانه اللي فاتت. هاد الكراسي ديال الوليدات صغار، هادو فرنوات، فرانه فرنوات. وهاد الطبيسلات البنات راهم زوينين، الشكل ديالهم زوين. كان هاد طويل صغير وطويل، بصراحه كاين السربيس وكاين هذا كبير. انتم الشكل ديالهم كيفاش داير، وكان هذا زوين عنده اليد. تحط فيهم كرواسات، حليوات، اي حاجه تحطيها فيهم. كاين هاد الهاشوار، حتى هو بقى لهم من السيمانه اللي فاتت. انتم الطبيسه كيفاش داير، حتى هما عجبوني. هانتوما البنات، هادو هما الحويجات اللي شريت اليوم. لقيت هاد الموس كنقطعو به الكيك ولا طورطة، وهاد البالة باش تهزي. وعجبوني البنات الديكور ديالهم، وانا محتاجاهم بصراحة. هادو لقيتهم البنات ب800 دريال، يعني 40 درهم. زوينة بصراحة اليوم كيما قلت لكم، راه عروض زوينة. هادي البنات راه جابوها شحال، هادي كانوا جابوها ب60 درهم دايرة، نهار الاربع داروا فيهم بروموسيون. هانتوما البنات هادي تعجني فيها، تخلطي فيها الحلوى وينوكس وتقيقله، جبني ولا لقيتهم نقصوا فيهم وانا ناخذها. هادي داروا ليها 40 درهم، من 60 درهم ل 40 درهم. وخديت هذا البنات ديال اليدين، هذا راه ديما كناخذو، راه قرب يتسالى ليا وجبته. وهذا هما الحويجات البنات اللي خديت اليوم. ولا عجبكم البنات هذا الفيديو، ما تنساونيش من ابوني ومن لايك، وتخليوا لي التعاليق ديالكم. يلا بسلامة عليكم.